مساء الفل، منورين. النهارده هنكمل كلامنا عن الصلاه. احنا كنا اتكلمنا قبل كده واتكلمنا على حلقه كبيره جدا عن الصلاه، ولسه ما غطيناش يمكن نص او 1% من 10% من الصلاه. فهنتكلم النهارده، هنتناقش في اكتر من موضوع في الصلاه، ومواضيع يعني شائكه شويه. فريح ظهرك كده واشرب لك حاجه، وسيبك من كل البوستات اللي حوالينا والنوتيفيكيشن اللي في كل حته، وركز كده وهدي اعصابك وخليك معانا. النهارده هنتكلم على اول سؤال او اول حاجه هنناقش فيها، هي فكره هل الصلاه دي للمؤمنين فقط ولا اي حد يصلي؟ اعتقد السؤال ده مهم، لان احنا ما غطيناهوش خالص الحلقه اللي فاتت، خاصه انه احنا كنا بنتكلم بشكل عام بكومن سنس كده ان صلاه المؤمنين. مفيش امثله في الكتاب بتورينا ما هي الصلوات لغير المؤمنين غير صلاه التوبه، صلاة الرجوع إلى الله. مثلا عشان نكون برضو بنقول مثال بسيط مختصر كإشارة، في لوقا 18 حضرتك شفت هنا فريسي وعشار، وشفت في العشار إن هو واقف لم يشأ أن يرفع عينيه نحو السماء، وإحنا عارفين القصة كويس، وقرأ على صدره قائلا اللهم ارحمني أنا الخاطئ. مش كده بيبان قوي من المثال ده إن دي صلاة لشخص يحتاج تبرير، اعترف بخطيته، فعشان كده يقول الكتاب نزل هذا مبررا دون ذاك. فواضح جدا من المثال ده أن الصلاة التي تستجاب والتي تنفع أن يقدمها الشخص البعيد عن الله هي الصلاة للتوبة والرجوع إلى الله. لكن غير كده كتاب بيقول في أشعياء 59 آية جميلة قوي في عدد 2 عن الأثام والخطايا والشر، بل أثامكم صارت فاصلة بينكم وبين إلهكم، وخطاياكم سترت وجهه عنكم حتى لا يسمع. فدي حياة الشرير، ودي ذبيحة الشرير، ودي صلاة الشرير، وعبادة الشرير. الكتاب يقول إنها مكرهة للرب. فبالعقل كده لو أنا ما عنديش علاقة بربنا إزاي أمارسها؟ لو أنا ما عنديش أصلاً العلاقة مع ربنا إزاي أمارسها؟ إزاي أمارس الصلاة؟ إزاي أمارس اللي أنا أتكلم مع الله وأنا أصلاً ما عنديش علاقة بيه؟ تاني حاجة عايزين نناقشها، وبرضو من الحاجات اللي هي الشائكة جدا، هل أنا بقالي فترة ما صليتش أو لأسباب معينة بقالي يمكن 3 أو 4 شهور ما صليتش، هل بفقدان الصلاة فقدت العلاقة؟ سؤال مهم جدا، لأنه الناس أحيانا بتفشل أنها تكمل مع الله وتحبط بسبب أنها فاكرة أن العلاقة مع الله علاقة مشروطة، لازم أكون بعمل حاجات 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 عشان يرضى عني وعشان أعرف أكمل معاه. لكن إحنا بشر، وهو يعرف سقوطنا ويعرف ضعفنا ويعرف خطيتنا ويعرف إن إحنا في الضعف، ويعرف إن إحنا عندنا نحافة وأحيانا تقصير وفشل. فإحنا مش بنفقد العلاقة بيه، لأن العلاقة غير مشروطة، لكن بنفقد البركات الروحية من الصلاة اللي قلناها المرة اللي فاتت ومنافع الصلاة، بنفقد الإحساس بحضور الله، بنفقد السير بحسب إرادته، بنفقد حاجات كتير وهدايته لينا. فكل دي حاجات بنفقدها، لكن العلاقة مع الله علاقة غير مشروطة، علاقة أساسها الله، وعشان كده لا تفقد بفقدان الصلاة. لكن يا بختك لو رجعت بسرعة، وأنا يا بختي لو رجعت بسرعة لله بالعلاقة معاه، بالاتصال معاه، بالإحساس في حضوره، بطلب مشيئته كله. صحيح انا اكتر واحد بتأذي لما ما بمارس الحاجه دي، وخصوصا الى الله مش مديني مواعيد هنا هسمعك وهنا مش هسمعك، او اديني كذا او اديني لا، ده ابويا، ده متاح ال 24 ساعه، متاح اي وقت، متاح مهما كانت حالتي ومهما كان انا شايف ان حالتي ما ينفعش اكلم ربنا، ده غلط. انا في الوقت اللي انا حالتي صعب قوي ده الاهم وقت اللي انا اكلم فيه ربنا. فانا دلوقتي بدات اروح لربنا وبدات اكلم ربنا وبدات اصلي معاه، ازاي اتاكد ان الله سامع؟ ازاي اتاكد ان الله بيستجيب؟ بص الايه دي معايا، في قبل ما اعلق على الاجابه دي، في يوحنا الاولى 5:14-15 بيقول كده الكتاب: وهذه هي الثقه التي لنا عنده، انه ان طلبنا شيئا حسب مشيئته يسمع لنا، وان كنا نعلم انه مهما طلبنا يسمع لنا، نعلم ان لنا الطلبات التي طلبناها منه. فهو بيسمع لنا، وإيه بيقول الكتاب؟ حسب مشيئته يسمع لنا. مش كده يعني جواب بسيط على السؤال ده، هو يسمع لكل ما بحسب مشيئته، وده اللي قلناه الحلقة اللي فاتت.
هو يسمع بكل ما بحسب إرادته، بحسب طبيعته، بحسب مقاصده، بحسب فكره وحكمته. قصدك يستجيب، هو بيسمع كله بس هو يستجيب بقى للحاجة اللي يعني انا حتى دي صح كده، يستجيب. لكن هو يسمع كل الصلوات، وده اللي قلناه الحلقة اللي فاتت عن ان هو يا سامع الصلاة اليك يأتي كل بشر. لكن هل استجابته دايما لما بيسمع بتبقى استجابة معينة؟ لا، دي الحتة اللي احنا عايزين ننوه عليها. احيانا الله بيستجيب بنعم، انا عايز الحاجة دي دلوقتي لاني ارادتي كده، فابني طالما طلبها وانا شايف ان ده الخير لي وانا شايف ده في حكمتي ودي مقاصدي ان الحاجة دي تتم، فهتتم، فبيقول هنا نعم. لكن احيانا يقول لك لا، رب انا عايز مثلا حاجة الفلانية دي، فهو مش شايف انها لخيري ومش شايف انها في ارادته ومش شايف انها بحكمته، مش شايف انها بحسب صلاحه وفي سلطانه. ففي الحالة دي ممكن يقول لي لا. احنا كده بنتكلم على فكرة الصلوات الغير مستجابة، صلوات أيوة. الله انا هو بيسمعها ولكن ما بيستجبهاش، ما أيوة. بيستجبش ليها. ايوه. الحاجه الثالثه احيانا يقول لي انتظر، ففي نعم وفي لا وفي انتظر. انتظر دي يعني بصلي والله قابل ان الحاجه دي تحصل اللي انا بطلبها منه، بما ان الطلبه هي جزء من الصلاه. مره واحده حصل انه الطلبه دي حدثت في حياتي لأنه ليه توقيت، فعش كده كتاب يقول أنا الرب في وقته أسرع به، تتقال عن الرب في العهد القديم، فعنده وقت، عنده توقيت، عنده مواعيد، عنده كل حاجة. عش كده هو بيسمع كل شيء، ولكن تختلف استجابته من طلبة إلى أخرى طبقا لمشيئته وإرادته وما يتناسب مع مقاصده ومجده. في حاجة مهمة، أنه مهما اختلفت الاستجابات لازم نكون متأكدين أنه يمنحنا كل ما نحتاجه، كل ما نحتاجه وليس كل ما نطلبه. يعني هو عارف كويس قوي كأب أني محتاج كذا محتاج كذا محتاج كذا، عشان كده يملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد. لكن في حاجات أنا بطلبها دي مش احتياجي، أو دي مش الأصلح لي، أو دي مش الأفضل لي، عشان كده ليس كل ما أطلبه لكن كل ما أحتاجه يستطيع أن يسدده ويمنحه لي. بالنسبة للصلوات الغير مستجابة أنا معاك فيها، بس في أوقات أنا بصلي صلوات تقيلة قوي، وخصوصا لما الموضوع يبقى حساس ليا أو قريب مني قوي، هي صلوات الشفاء. بصلي لحد وهو بعد ما بصلي له هو ما بيتشفاش، ويمكن بيكمل في المرض اللي هو فيه أو بيوصل في بعض الأحيان يموت، فأنا بحس بانكسار من ناحية ربنا في الموضوع ده. احنا كلنا عارفين ان بإنسان واحد قد دخلت الخطية الى العالم وبالخطية الموت، وهكذا قد اجتاز الموت الى الجميع اذا اخطأ الجميع. فمن ساعة ما دخل الموت الى العالم اللي هو كان نتيجة السقوط والعصيان، من ساعتها وضع للإنسان ان يموت، وعشان كده الموت موجود، عشان كده ريحة الموت موجودة، المرض، الضعف، كل الكلام ده. هل الله هيستجيب كل مرة بنطلب فيها شفاء حد لو بنعزه وبنحبه؟ بكل تأكيد هو حكيم وهو عليم وهو قدير وهو عنده إرادة، وإحنا بنصلي ليه كأبناء وبنقول له لتكن مشيئتك. أحد الأمثلة اللي بتقول إن مش كله لازم يشفى، ومثال عن شخص عاش في قداسة وشخص رأى رؤى وإعلانات من الله هو بولس الرسول. فتضرع بولس 3 مرات إني أن يفارق ملك الشيطان اللي بيلطم. كان الألم ده صعب عليه، وكان مرض، وكان حرب روحية عليه، لكن الكتاب بيقول إني رد الله كان عليه بعد 3 مرات تضرع تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. فمش كل صلاة لأجل الشفاء بتستجاب بناء على المثال بتاع بولس الرسول، وبناء على الموت اللي موجود في الفساد اللي حصل بعد السقوط والعصيان من تكوين 3، ولازلنا نحن كلنا كمؤمنين نتوقع فداء أجسادنا، وده رجاءنا الحقيقي. الله فدى نفوسنا وأرواحنا، لكن كمان هيجي اليوم اللي هيفدي فيه أجسادنا عشان بعد كده تكون أجساد ممجدة ونكون معه. ففكرة ان الله ما بيحبنيش والله لو كان بيحبني كان شفالي الشخص، دي فكرة خاطئة جدا، دي فكرة بعيدة خالص عن الكتاب المقدس
وفكره يمكن ايه جايه لنا من الثقافه وجايه لنا من الدنيا اللي حوالينا. الله ليه اراده والله عايز يعمل ده، ولو كان ما بيحبكش بولس ده راح السماء ورجع تاني. انا معاك في كل ده، وده يجيب لي اسال. انا دلوقتي صليت وانا عارف ان الله لو قال لي ايوه او لا او استنى، ده كله بحسب حكمته، وده في الاخر خالص لخيري. وده الاب، حتى لو بتشوف الاب الارضي، الاب الارضي ساعات يمنع حاجه عن ابنه عشان عارف ان ده سبب خير ليه في الاخر، وانا كده عايز اعلمه حاجه اكتر، عايز اغير في شخصيته، عايز اغير في شخصيته هو ذات نفسه. فانا السؤال الاخير بقى اللي احنا بنيجي هو فكره، انا دلوقتي بصلي الحاجه وانا عارف ان الله عايزها، وده على حسب الكتاب المقدس، الله عايز ان كل الناس تخلص. انا السؤال الاخير هو، انا بصلي لحد والحد ده عايزه يقبل الرب يسوع، بس انا في الصلاه ما بحسش ان انا متاكد قوي وانا بصلي، او حاسس ان الصلاه دي يعني سوري ملهاش لازمه، بسبب ان انا عارف، واكتر واحد عارف، ان قرار الايمان بالرب يسوع، قرار العلاقه مع الرب يسوع، ده قرار فردي انا باخده، وحاجة لازم أنا أكون عايز أعملها. فهل صلاتي للشخص اللي هو يتغير، هل الصلاة دي ليها قيمة؟ هل الصلاة دي صح؟ أنا آسف إن أنا هرجع لحاجة وبعد كده هيجاوب السؤال ده بشكل لا لا معاك إرجع براحتك. يعني في حتة أنا كنت عايز أقولها في الصلاة الغير مستجابة عشان ما يفهمش كلامنا بشكل إن إحنا جرينا في الحتة دي. في عامل اسمه عامل الزمن، عامل توقيتات الله، ده أحيانا بيخلي الصلاة غير مستجابة لوقت أو لحين. في عامل إرادة الله، ده اللي حكينا عنه. في عامل عناد الإرادة البشرية، الإنسان مش عايز يرجع، الإنسان رافض الله، لكن يستطيع الله بقدرته أن يغيره، ده اللي هنحكيه دلوقتي. في عامل إن ممكن يكون الزوج مش عارف يحترم زوجته، فالكتاب بيقول كده في رسالة بطرس أعتقد الأولى، تعاق صلواتكم. لو الزوج ما بيحترمش زوجته، لو زوج ما بيحبش زوجته، لو ما فيش محبة واحترام في البيت ووحدة، وفي مشاكل كتيرة، حتى لو وعظنا حلو، حتى لو شكلنا حلو، لكن لو في كل ده، الكتاب بيقول تعاق صلواتكم. فدي أحيانا من أنواع الصلاة الغير مستجابة. أحد أنواع الصلاة الغير مستجابة برضو في رسالة يعقوب، إن نعيش ونكون بنطلب لذاتنا وللذاتنا. الكتاب بيقول تطلبون ولستم تأخذون لأنكم تطلبون رديا. فدي صلوات غير مستجابة، عايزين لذاتنا، عايزين متعنا، عايزين حاجات لنفسنا، عايزين أنانيتنا وكل الكلام ده. فكل دي أنواع من الصلوات الغير مستجابة. نيجي للسؤال اللي حضرتك طرحته، سؤال مهم جدا. احنا بنصلي ليه لو الموضوع طالما متوقف على إرادة الشخص ان هو يخلص، فنصلي له ليه عشان يخلص ويتغير؟ بصراحة احنا بنصلي له لان الموضوع في ايد المبادر. مين المبادر؟ الشخص ولا الله؟ في انجيل يوحنا الكتاب بيعلمنا لما كان الرب يسوع اتقابل مع نيكوديموس ان التجديد والولادة التانية والولادة الروحية هي عمل الله مش عمل البشر. فعشان كده مش هينفع واحد ميت بالذنوب والخطايا عايش بعيد عن الله يرفض الله، انسان طبيعي لا يقبل مال روح الله، انسان ميت يحيى لوحده أو يحيي نفسه، لكن لابد أن يحييها الله، لابد أن يأخذ المبادرة الله، لابد أن يجدد ويغيره ليقبل الإنجيل فيعترف بفمه ويؤمن بقلبه. فعشان كده الدورين مع بعض، ولكن المبادرة والدور الرئيسي والأهم هو دور الله لإحياء النفس وتجديدها لكي تقبل الإنجيل فتتوب. عشان كده كانوا بيصلوا في الكنيسة الأولى عشان ربنا يفتح باب للكلام، كانوا بيصلوا في الكنيسة الأولى عشان الإنجيل ينتشر، عشان الناس تقبل. عشان كده بنروح نكرز، بنصلي كمان عشان يكون الكارز ليه كلمة، بنصلي عشان الرسالة كمان لها تقدم، بنصلي لأن الله يستطيع أن يغير النفوس. هو مين اللي غير شاول الترسوسي؟ الله. تقابل معه مقابلة شخصية، قبل وتعامل معه، وكل حياته وفكره وإرادته وسلوكه ونياته وأهدافه ورسالته اتغيرت، لأن الكنيسة كانت بتصلي وفي نفس الوقت الله كان يعمل ويستجيب حتى لو الناس دي كانت ضعيفة ومسكينة وغلبانة. فلأن نحن نصلي لأننا نؤمن أن الله قادر على تغيير النفوس وتجديدها وإحيائها لتقبل الإنجيل، فيستطيع أن يفتح أذانها وأذهانها
عشان تقبل رسالة الإنجيل فتتوب وتخلص وتؤمن. أمين. أنا بصلي لله المبادر اللي هو يبدأ اللي هو يتحرك للشخص، وكمان بصلي إلى الله يستخدمني أنا لأن أكون صورته علشان الشخص ده يحبني أكتر، عشان الشخص ده يشوف فيا صورة الله. فأنا معاك، وأتمنى أن الحلقة دي لو عملت حاجة للشخص هو تخليه اللي هو يتشجع اللي هو يبتدي يصلي. لو أنت بعيد عن الله وعايش في الخطية وعايش بعيد عن الله، ابدأ صلي وصلي صلاة التوبة. الصلاة دي متاحة لك، ونشكر ربنا اللي هي متاحة وفي وقت مش هتبقى متاحة. لو حابب تاخد حاجة من الحلقة دي وفكرة اللي انت تصلي، ما تخليش في حاجة نفس قصادك وبينك وبين الصلاة او بينك وبين الله. ليه؟ علشان الله عمل عظيم جدا 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 عشان ميبقاش فيه الحاجز ده. فلو انت عايش في الخطية، لو انت اللي ما عندكش علاقة مع الله، ابتدي صلي وابتدي صلي صلاة التوبة وابدأ علاقة. ولو انت شخص مؤمن بقالك كتير قوي حياتك فترة ما بتصليش، لا ابتدي لو تقفل الفيديو دلوقتي وتبتدي تصلي، تبتدي ترفع قلبك لربنا وتبتدي تتكلم مع الله وترجع تاني علاقة معاه. ودي احلى حاجة، ودي اكتر تطبيق عملي ممكن تاخده من الحلقة دي. حابب اشكر كل حد اتفرج علينا، وحابب برضو اشكر الناس اللي هتاخد خطوات عملية بعد الحلقة دي. نورتونا يا عم، نورين. سلام.